اهلا وسهلا مشاهدينا في حلقه جديده من حلقاتنا. عارف رساله الاكتف اللي بتبقى في الويندوز بتاعك من تحت دي؟ ازاي تقدر تتخلص منها؟ ازاي تقدر تشيلها؟ عارف انها مزعجه بالنسبه لبعض، كمان باجي لو بتعمل سكرين فيديو لشاشه الكمبيوتر بتاعك فوجودها كده مستفز. طبعا ازاي نتخلص منها بطريقه رسميه وطريقه عاديه؟ من الاخر بتقول للويندوز ما تجيبليش ويندوز اكتيفيتد او تنشيط الويندوز، انا عارف ان الويندوز بتاعي مش متنشط او انا نسخه مجانيه، فخلاص شيل الرساله دي من قدامي، ما تظهرهاش قدامي، مش عايز اشوفها. بس الموضوع بسيط، تعال ندخل على الكمبيوتر ونشوف هنعملها ازاي. بعد ما دخلنا على شاشه الكمبيوتر وزي ما انت شايف على طول كده انا ما فيش عندي الووتر مارك مش موجوده بتاعه الويندوز اكتيفيشن، تمام؟ طيب ازاي تتخلص منها؟ هتعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا، كل عليك هتيجي في شريط السيرش وتكتب ريج اديت ادي او ريجستري اديتور، تمام، او محرر الاوامر، هتكتب ار اي جي بالشكل ده، ظهر ليك على طول، هتضغط عليه بالشكل ده، بعدين ياس. طبعا انا هقفل كل اللي انا فاتحه ده، مش عايزك تتخض خالص من التعقيده اللي ظهرت قدامك. الموضوع بسيط جدا، انا هديك مسار في اخر حلقه تحطه في البار ده، تعمل كوبي بيست توصل ليه على طول. ولكن لو ما لقيتش المسار او النظام عندك متغير هشرح الخطوات بالتفاصيل، امشي معايا خطوه خطوه عشان ما اطولش عليك. ظهر قدامنا 5 أو 4 فايلات، سيبك من كل ده، انت هتدخل على اتش كي لوكال ماشين، اتش كي لوكال ماشين بالشكل ده، تضغط على السهم ده فتح لي مجموعه من الفايلات الثانيه. طيب منها هدخل على ايه؟ هتدخل على السوفت وير، السوفت وير اللي قدامك دي تضغط عليها كده، ظهرت ليك مجموعه فايلات كتيره. اللي بعدها هندخل على فايل مايكروسوفت، يبقى ننزل لحد حرف الام، تمام، هنزل، تمام، ادي حرف الام، ادي مايكروسوفت، تمام، هقف عليها كده واضغط برده على السهم عشان يظهر لي جميع الفايلات اللي داخل فايل مايكروسوفت. من مايكروسوفت هدور على الفايل اسمه ويندوز ان تي، تمام، يبقى حرف الدبليو، تمام، ويندوز، تمام، نكمل ويندوز، تمام، ظهر معايا حرف الدبليو، وادي كمان ويندوز ان تي، هضغط على السهم عشان اشوف ايه اللي جواها، مفيش غير كارنت فيرجن، خلاص ندخل على كارنت فيرجن بالشكل ده، بعدين ننزل خالص من كارنت فيرجن، هدخل على حاجه اسمها سوفت وير بروتكشن بلاتفورم، تمام، يبقى ادور على حرف الاس، تمام، سوفت وير بروتكشن بلاتفورم، ادي، تمام، ادي السهم بتاعها، هفتح السهم كده، اول حاجه ظهر قدام بقى واللي احنا جايين ليها اللي هي الاكتيفيشن، تمام، هتلاقي كلمه مانوال، دبل كليك هنا هيظهر ديك انت عندك هتكون القيمه دي الفاليو داتا 0، تمام، هتخليها رقم 1، بعدين تدوس اوكي، بعدين تقفل. طبعا هتعوز تعمل ريستارت الكمبيوتر، الكمبيوتر هيفتح من غير الووتر مارك او العلامه المائيه. بس ده كان شرح النهارده، كمان في صندوق الوصف هتلاقي المسار ده كله، تاخده تعمل له كوبي بالشكل ده، تمام، بعدين تفتح الريج اديتور بالشكل ده، بعدين تيجي، طبعا المسار ده كله مش هيكون مفتوح عندك زي ما احنا فتحناه هنا، هتكون قدامك الواجهه دي بالشكل البسيط السيمبل خالص ده، هتيجي انت في التراك ده تحدده كله كده، بعدين كليك يمين، بعدين بيست، بعدين تخبط انتر، جت قدامك على طول كلمه مانوال، تمام، كل عليك دبل كليك، وبعدين احنا خليناها 1 انت تخليها 1، بعدين اوكي، بعدين تفصل وزي ما قلنا تعمل ريستارت وبس كده. دي كانت حلقه النهارده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، تفعل زر الجرس، يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي انا بقدمها.